كفارة يا موتي. عشت كبير ما يفوتكش الصحة أبدا. وأنا برضه هيجيني عزي منك. عليا الطلاق مردودة لك في حياتك إن شاء الله. أنت ما بتتزفتش ترد على موبايلك ليه؟ اللي اتفضل. أفهم من كده إيه؟ افهم اللي تفهميه. أفهم اللي أفهمه؟ واللي في بطني عبده. قلتلك مليون مرة روح سقاط. العملية كلها بتكلف 3.5 سوا. وأنا جدعانة مني أدفعهم لك. افرض مت. متخافيش، ربنا يجيب العواب سليمة. طب تعالى معي. أجي معاكي فين؟ أنت رايح المولد؟ رجالة مالهمش في الحوارات دي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. منك لله يا عبده يا موتى. منك لله. دي صباحها على الصبح. صباح الخير يا بشار. زبدة. نعم. الفول من ايديكي زبدة يا أنغام. بالهنا والشيف مطرح ما يسري يمري. بعد شعر ما بيضة. بتقوليها من قلبك يا بنت. ايدك لقطعها لك يا معلم. جاك بنت ما اديتك على باب ستة. أنا ما اسميش بنت. خلاص. أنت ست البنت. غصب عن عين التخين. بلاوي. آه. اما نفسي في حته عيل يملى عليا البيت. اجي نيه مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. نور ياض من وش ياض جني لما يلخبطك. الله اكثر على ست الناس. ست الناس دي تبقى ست الحاج. ثبت لسان امك. ليه الغلط ده على الصبح يا اخويا؟ لا غلط ولا حاجة. انت اللي قلبك اسود وبتاخد الكلام كده على جوه. طب اديني واحد حار على السخانة عشان الطيارة طالعة. الطيارة طالعة؟ طيارة ايه اللي طالعة يا موت؟ انت بقالك 6 أشهر حبسك مفكوك. ومبلط لي يا اخويا في الخط. ما اتفقناش بقى اللومة اللي ناكلها. انت بتبخي سم على الصبح. ليه الغلط ده؟ امال ابوكي فين؟ بيلبس. اصل ناصف بيه عنده حفلة الليلة. طب واحنا يا بت حفلتنا امتى بقى؟ لما ربنا يريد يا موتى ويهديه. عليا النعمه ملك الجمال العشوائيات. ايوه. تعرف انا نفسي في ايه؟ نفسي اتجوزك قبل ما اموت.
اسلام. بعدين ربنا يهدينا اكتر من كده ايه؟ طول الليل ايدي في المايه الساقعه والصابون، وطول النهار برازي بخلق الله ولم كارته في الموقف. اي بس تاريخك اسود ومنيل يا موت، وانت عارف عمك راضي ما يعجبوش الحال المايل ابدا. ده يا اختي خليك جنب اللي ما يعجبوش الحال المايل، ما هو يوم اسود على الصبح. هو ايه اصله ده؟ في ايه ياما؟ هو انا عملت لك ايه؟ الهي هشوف فيك يوم، الهي هشوف فيك يوم. بت قومي يا بت يا بت ايامتك، قومي سيئي الفسحه بدل ما انت قاعده لي زي البيت الواقف كده، اخوك عبده زمانه جاي يا بت. حلي مهدود ياما ومش قادره، وبعدين اللي يسمعك ياما وانت بتقولي اخوكي عبده جاي يفتكر ان الدكتور عبده داخل علينا شايل ومحمل ومال وهدومه، وبطلي تقولي لي كلمه البيت الواقف دي الا ودينا هج واسيبهولي. وبعدين يا اختي هتهجي وتروحي على فين ان شاء الله؟ اروح في 60 داهيه ياما تاخدني، المهم بقى ترتاحي. هرتاحي يا اختي لما تروحي بيت عدلي. عدلي؟ هو فين بيت عدلي ده؟ ما على يدك اهو، يجي منين عدلي بقى طول ما ابنك واخد سكه ابو زعبل قياسه؟ على يدك العريس بيجي يعين البضاعه تعجبه، لكن يا حسره اول ما يعرف ان انا اخت عبد موطه الثوابه يروح وما يرجعش. اتكلمي على اخوك عادل يا بت، ده انت واكله وشاربه ولابسه من خير وجرى ايه؟ شوف يا عم راضي، من غير لا لف ولا دوران انا عاوز انغام ست بيتي. ما ينفعش يا مختار. وايه اللي هي اللي نافعه؟ بصراحة العبارة كده سكتك غير سكتنا، سكتك كلها غرز وطبات، وأنا ما اديش بنتي لتاجر مخدرات. اه فلح تديها الرد سجون. ها تقصد مين؟ موت. لا موتة ولا غيره، أنا ما اديش بنتي غير اللي يصونها ويحطها في عينيه. محدش هيصونها قد يا راضي. يا راجل ده أنت ساكن في منطقة أجدع راجل فيها نجار مسلح، يعني لو الفار دخل بيتكم هيطلع لاطم هيروح ينتحر. الله، ما هي تطلعات. تكونش عايز تجوزها عمرو حمزاوي؟ اعلى راضي اعلى، انا عايز اريحك من رميتك طول الليل في المستوقد وختمتك طول النهار في بيوت الناس. بص يا مختار، اللي معهوش فلوس فقير، واللي معهوش غيرها قفر. خلص الكلام يا راضي، حسابك عندي. فين جوزك يا مارا؟ العظيم يا رب. على فين يا شبح؟ سيبني الفرده دي يا عبده، هديك الفرده الجايه. الفرده الجايه ده بالادب، انما بقله الادب هتدفع الفرده دي وطاق اتنين. يا عبده ده انا اول استفتاح، انا ورديت ليل وانا مش واقف على رجل امي من الصبح تبرع للهلال الاحمر. استغفر الله العظيم يا رب. اتفضل يا عم هارون، ارفق جدتي. اصحى يا بقول لك ايه يا موتى، اوعى تخشل في صوتك وتعمل لي فيها بطل. يد انا بطل على عيلتك يا ما تخافش من حاجه يا معاه. بس لو بتخاف ما تجيش من الارياف يا يلا يلا يلا. والله ما سايبك يا عم، والله ما سايبك يا عم. جد اطلع يا اسطى عليا النعمه لو كده في النهارده تتدور حلو يا عم. ما ينفعش يا عبد، اطلع يا اسطى. ايوه زبده وقشطه، ايه الجمال والطعامه دي؟ الا قولي لي الواد ابنك يا اختي ابوه فين؟ قصدك ابو ابني مين؟
طب يا اختي قولي لي ابوه مين؟ هو واحد الله يجازيه حبلني وطفش، واني بقى رحت كاتبه باسم ابويا الله يرحمه. غاويه شحطاطه يا امي، ده مختار العو، انت لد عليه خالص وهيموت عليكي. مختار مين ده يا اختي؟ يبقى اللي يشتري 20 زي عبده المسنكح بتاعك بفلوسه. ايوه، وايه اللي جاب سيره عبده دلوقتي يا مارا؟ هقولها لك في وشك يا امي ومش هغشك، سيرتك على كل لسان في الحته، متبطبطين على سيرتك انت وعبده. بنحب، ايوه بنحب، ولعلمك بقى انا قلبت على مختار ده من ساعه ما سلم عبده تسليم اهلي للحكومه. يستاهل، الواد خرج من طوعه. الله، ما تفوقي بقى، الواد ده لايف على بنت خالته، بنت راضي بتاع الفول. انغام، انغام بنت خالته، مش انغام اللي بتغني يا امي. الخيار ده بفتك دول بفتك وحلاوة، الحلاوة يا بطيك دول حلاوة. مجنونة زي نسوان يا قوطة. اوزن لك كيلو ونص دوب. بقول لك ايه، ما القطة حلوة، اوزن لك كيلو. لا يا اخويا انا عايزه اوطه، اوزن كيلو ونص. بقول لك حلوه حلوه. ما تلمي نفسك، انت فيك ايه؟ ما تقف، مش واقفه على بعضك ليه بدل ما نخلي نهارك اسود؟ ما انت واقفه بقالك ساعه بتمرقع على الفرش. يا نهار ابوك اسود، هي مين يا اللي بتتمرقع؟ انت بتكلمني انا بالطريقه دي؟ ده انا هخلي نهار اللي جابتك اسود. ما تخلصي يا بنت بدل ما ظبطك. تظبط لنا يا ابن الحيحه ولا مجازه. حياه امك يا نوري، هتعبده من على الموع. حمامه، هو ده يختي بقى الذكر بتاعك؟ لا يا حبيب امك، الذكر بتاعها. يا زلمه ايدك يا مره، بدل ما بدي عليك. انت مدي على ايدك عليا، ده انا خلي الهرب. روح يا عم، روح يا عم، روح يا عم. انت عبده، اختك بتتشد معاك. لا انا ماليش دعوه، انا عايز بالليل.
بحي المعلم مختار العون. المعلم مختار العون. الصلبة اللازقة يا اسطى. وكلنا اخوات. واللي منك منك حتى لو احسن منك. وبحي المنطقة باللي فيها. ولو عايز تبقى الرئيس عامل الشعب كويس. ورقصني يا كويس. شيلي روح اوكا ريميكس. وش بيغي تكون حسود سلي وراك وشوف قدامي انشر كل يوم حسود انزي مفوش شوف لساني هل حتى غصن ام حتى غصن ولا ماتكم مش داو بيا حتى غصن البت لساني كنت ما في ميدا قصدت الباب ونازل قدام بيت الجيران واحدة عملت لي عمل على الارض وعلى الحيطان وانا ماشي واخد بالي وعملت فيه عبيد مطلنش اللي يجراري بيبان الريس بيبان الفن يا فنان ما في الحسودة ما في بالعودة ميدن من يبن لباو هدي بك تشايا ودان بدايا ميدن مرفو ديئا واحد عمل بينو ويقول انه عنده اش مية ومليون حصل ينقل اللي جنبه واحد عمل بينو ويقول ده عنده عنده اش مية ومليون وبينقل اللي جنبه ده كلام الناس كتير ده كلام الناس بيحسد الزنة الودان بيقرب مش بيبعد بيقرب مش بيبعد ويقول لك ده مغرور يقعد يقول لك تريد ويقول لك ده مغرور يقعد يقول لك تريد ده عمل لي فيها فنان وعمل لي فيها فتك ده عمل لي فيها فنان وعمل لي فيها فتك أنا درويش وماشي ماشي بنور الله واللي معربه أمره في يوم تسيب البضاعة تروح من ايديك يا باخل منك لو يعني كنا هنعمل ايه بس يا معلم مختار ما كانش ينفع نستنى يا معلم لو مش احنا شغلنا دماغنا كان زماننا روحنا مع البضاعة بصريح العبارة كده يا معلم التنين بيقول لك الحكاية دي فيها ان تقصد ايه يالا اقصد ان الحكومة مش مفتحة قوي كده دي تاني عملية تتطلع لنا الشاردة الحكومة معاها اخبارنا يا كبير روح يا سعداوي نادي ياسر لاشو هواجب بقول لك يا معلم اظهر كده يا رجاله اننا بقينا على الهواء مباشره يا اخويا طفي الهبابه اللي في ايدك دي بقى هنش عليا ذوق الخير ده كله وما ادوقه لكش الرضا ده كله حمام ده عمري ما شفته غير وهو طاير والرضا ده هيبقى اكتر من كده لما الجد والادب يبقوا طريقك يا بنت ده احنا سلاحنا في الدنيا ادبنا يا عبدو انا عايزه راجل لما يبقى معايا يجيب لي الدنيا كلها ولما يكون معهوش ابقى معاها الدنيا كلها عشان كده انا عايز يبقى معايا عشان اجيب لك كل اللي نفسك فيه ما انا بعرض نفسي للخطر عشان مين عشان امي بالحلال يا موت بالحلال غير كده انا غمت بقى بح يا بنت استني بس بطل الرفس ده يا بنت ده انا من غيرك ولا اسوى ده انا من غيرك
زي الشارع من غير إنارة، زي التقاطع من غير إشارة، زي كوباية الشاي من غير سيجارة. سيجارة؟ على نعمة بقول شعر نجيب بوسة. تلم يا عبد. تعالي هنا. انت كنت في المستشفى النهارده؟ مين قالك؟ يعني الكلام ده صح؟ طب والحمل اللي في بطنك؟ الحمل ايه يا خالد؟ الحمل اللي انت بتلبسيه واسع. انا كنت في المستشفى النهارده وقابلت دكتور صاحبي بالصدفه وقال لي على كل حاجه. يا سف الزباله فضحتيني. ايه اللي عمل كده؟ عايزه تفضحينا؟ انت ايه؟ لا تشطاني، حرام عليك. مين اللي عمل كده؟ انطاي. معرفش. يعني ايه معرفش؟ انطاي. عبده. عبده مين؟ عبده فوته. ايه؟ وبعدين ما بضربش حد على ايده عشان يشتري مني حشيش. اللي معاه ببيع له، واللي معاهوش ما ببيعلوش، واللي مزنوق بستنى عليه. بذمتك في معامله احسن من كده؟ صمنا لا ببيع ولا بشتري. اللي بيبيع ويشتري الواد ياسر وحماصه. بس الشغلانه بتاعتنا دي تخصصات. تخصصات؟ وانت تخصصك ايه بقى ان شاء الله؟ بسلك. تسلك؟ بقول لك ايه يا موت، ما تلفش يا اخويا على دماغي، انا جبت لك اخرها. عايزني يا ابن الحلال تبقى تغير سكتك، مش عايزني تبقى اولى بيك سكتك. بقول لك ايه، روح انت دلوقتي. بسم الله يا استاذه. قوم اعمل لك كوبايه شاي. لا شاي ولا قهوه يا عبد. وحياه والدك صوتك ما يعلاش. انت راجل طالب وسمعت اختك من سمعتك. انا لو منك اكفي على الخبر مقبول. يعني انت عارف اللي انا جاي اكلمك فيه؟ اختك رغت فيه من يومين. طب واللي في بطنها؟ والله اللي عنده معزه يلمها. وبعدين انت جاي واثق قوي كده ليه؟ اللي في بطنها ده مني. وبعدين يا استاذ، انت لو اكل حاله محشي حمضانه وبطنك وجعتك، تعرف تحدد انهي الصابع اللي وجع بطنك؟ ولا هي ناس تظبط ريمه وناس تشيل الجريمه ولا ايه؟ انت سافر. انا ماليش علاقه بالليله دي. تروح تلم اختك وحكاويها. انا كنت اقدر ادفنك مكانك. شعرك من امبارح ما قدرتش تجيش يا كبير. انا كنت بقضي مصلحه تو ما رجعت البيت ولقيت سعداء ومستنيني. جيت وياها هوا. بس على مختار العون يا شو. ورحمه امي ما اعرف يا كبير. بس يا عبد الموت مش كده؟ انا عبد المقبول يا كبير. بصراحه واحنا في الفرح الواد عبده جاله تلايه من مجهول، بس انا سمعته بيقول يقني، بعديها مزاجه اتعدل وبقى استجمع. التلايه دي بقى فيها خبر مش كده؟ ما عبده خرج عن طوعي سبت. قلت امال ما كلنا لينا تطلعات. بس اشمعنى عبد موته يعني ما يحلمش بمستقبل افضل؟ بس يا خساره الشيطان لعب في نافوخه بقى وقال له زيح مختار العون من سكتك. تطلعات بس يظهر بقى ان الفيروس انتشر. انت بتسمع فيروس يا قني؟ لا والله يا معلم. طب اديني تليفونك. تليفوني فاصل يا معلم. مش مهم، فاصل فاصل. الله 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 الله، النور نور اهو. الله بسكن. سامحني يا معلم. يا ريت كنت اقدر يا ابني. سامحنا يا ابني، صفه من صفات الاله ان احنا بشر. بشر.